توجه مباشرة إلى عصام الشوالي والذي سيتولى مهمة التعليق على هذا الشوط، حيث تركنا الشوط الأول ينتهي بتقدم الهلال بهدفين دون مقابل بعد أن حقق مستوى كبير، أداء أيضا مثاليا ما شاهدناه في شوط المباراة الأول. لكن كيف ممكن أن يعود النصر في شوط المباراة الثاني؟ و45 دقيقة بالتأكيد ما بين النصر والهلال هو كأس موسم الرياض. عصام مساك. مساء النور زميلي طارق الحماد. الشوط الثاني ينطلق بلحظات، الهلال تركناه على نتيجه 2-0. تفاصيل الشوط الاول عن طريق افتتاحيه اللاعب ميلونكوفيتش وثنائيه الكره المرفوعه عن طريق سالم الدوسري. تغيير اول في التشكيل النصراوي كان عن فرص ملاه والكباتن في الاستوديو، دخول علي الاجامي في محور دفاع الفريق النصراوي. تشكيله الهلال: بونو، سعود عبد الحميد، رينان، خليدو كوليبالي، علي البلي، نيفيز، ميلونكوفيتش، مالكوم، ميتشايل، سالم الدوسري وميتروفيتش. النصر في الشوط الثاني: بن نجار، نواف بوشر، لابورت، تيليس، خايبري، لاشامي، مارسيلو بروزوفيتش، تاليسكا، عبد الرحمن غريب وكريستيانو رونالدو. أو يبقى عبد الإله العمري ويغادر نواف بوشر. نواف بوشر هو من غادر للتشكيلة الدفاعية للفريق النصراوي. في انتظار التأكيد ننطلق في المباراة بصافرة الأمريكية توري بينسو. شوط أول غاب فيه النصر، فليحضر في تفاصيل الفترة الثانية. عنده الإمكانيات الهجومية للعودة النصر إذا يحافظ ويأمن دفاعه. الأهداف جاية بإمكانه التسجيل. تعشى كرة كريستيانو رونالدو. طبعا عدم الجاهزية البدنية واضحة بالنسبة لكريستيانو، كنت سألت أي فورمة واستعداد رونالدو، لكن كريستيانو يبقى كريستيانو. ترجع الكرة للفريق النصراوي. بروزوفيتش محاولة الانطلاق على المرتدات الفريق الهلالي. ممتاز من الدفاع، الحضور من تاليسكا. تاليسكا كرة للنصر في وسط ميدان الخيبري. خيبري، أوتافيو، كرة ضاعت بعيد على بروزوفيتش. شوف الارتداد والانتقال من الدفاع للهجوم سريع. كرة ثانية وسط ميدان يزيد تصلح برشا للفريق الهلالي النصراوي عفوا. مالكوم على اليمين، ميشيل يمشي لاعب السابق للفلامينغو، يتقدم ميشيل والركنية. الركنية للهلال، الركنية للفريق الأزرق. مباراة تجهز الحضور الآسيوي بعد أسبوع لكل فريق. الهلال يلعب الأربعاء، بينما الخميس يلعب الديربي السعودي في سماء آسيا، النصر ضد الفيحاء. أولى ركنيات الفترة الثانية. يمشي روبن نيفيز. نيفيز الفريق الهلالي بالرأس، خطيرة، فرصة الهدف الثالث ولكن أوفسايد. تسلل واضح على الهجوم الهلالي. الأخطاء ما زالت تتكرر وبنفس الصياغة وبنفس الصيغة. شوف الكرة، هل فما تسلل؟ كريستيانو رونالدو آخر الخارجين من أجل بس يتسلل. البليه بذكريات كأس آسيا وإشارته للحكام وقتها في ماتش عمان بانتظار الفار. هل يكون ثاني الأهداف الملغية للهلال في هذا اللقاء؟ التثبت من الفار ونعم أوفسايد. مرة الكرة أخرى سليمة على دفاعات راغد النجار. كرة طويلة، كريستيانو يخسر ثنائية مع كوليبالي وترجع الكرة لكوليبالي. تسلل الخامس كان على فريق الهلال، بينما هذا هو التسلل على النصر. تاليسكا، أوتافيو، خرج كرة ممتازة برشا كريستيانو رونالدو. بونو ورايد على الدون وأقرب لياسين أسد الأطلسي. بونو اللي بدأ في فريق الوداد. ترجع الكرة من الأطراف، ميشيل الهلال ورا في الوسط. مالكا حط الكرة من اليسار، البحث على سالم. ضاعت الكرة بس الميدان. ترجع الكرة للأمام من تاليسكا، حط الكرة علي الهشامي، يلعب الكرة عن طريق عبد الإله العمري. العمري في الوسط، ممتازة، فما مساحات الآن. تاليسكا، فما انطلاقات الآن. النصر بجديده في الشوط الثاني. النصر سيلعب الشوط الثاني، إمكانية ومجال العودة ممكنة. ما زالت أثق في شراسة الدربي هنا في الرياض بعد كانت تفاصيل الشوط الأول زرقاء من البداية إلى الآخر، من الألف إلى الياء. يضغط الفريق النصراوي، حصلش خطأ. احتجاج نصراوي على السفيرة الأمريكية دوري بينسو وترجع تمس. خلى ايضا ساديو ماني بديل عبد الرحمن غريب في الفريق النصراوي. الان النصر في الهجوم بالقوه الضاربه بوجود تاليسكا وساديو ماني وكريستيانو رونالدو. ساديو العائد من كاس افريقيا بعد الخروج المفاجئ في دور 16 من فيال الكوت ديفوار. هذه صوره لاعاده لهدف البليه الملغي نتيجه اثبات التسلل على علي البلي. ما خشتش الكره، ميشيل ما يعديش. ممتاز الكره، يقاتل ويربح فاول. ساديو ماني افضل لاعب في افريقيا في اكثر من مناسبه. لاعب السابق لاف سي ليفربول، عمل تجربه في البايرن ميونخ ثم انتقل الى دوري روشن من خلال محطه النصر. كرة طويله من الحارس المتالق، افضل لاعب في النصر في الشوط الاول راغد النجار. وقت اللي نقول لك حارس المرمى كان افضل عنصر
من عناصر الفريق النصراوي في الشوط الأول، تفهم لما التحق بنا الآن في أجواء المباراة يفهم أن الشوط الأول كان صعب على النصر وكان في اكتساح وفي اتجاه الموج الأزرق. يحاول ميتروفيتش يتفوق الآن في الثنائيات عكس ما كان في الشوط الأول. النصر في الشوط الثاني أكثر إصرار أكثر روح، ترجع الكرة طويلة وبعيدة، ميس باس من علي لجامي، حاول يضغط كريستيانو رونالدو، كرة ترجع لمن؟ ترجع في الدفاع فريق الهلال، يحاول يدبر أسبقيته، حاول يتصرف في ثنائية الشوط الأول. النصر يحاول العودة، الوقت فسيح ومجاله واسع للكامباك ولكن بشروط، بتنظيم الدفاع، بالتفوق في الالتحامات، بالضغط على الهلال وبالوصول لمرمى بونو لتقريب النصر، مشاله مرة واحدة في الشوط الأول. 50 دقيقة من الشوط الأول كانت كرة وحيدة من رونالدو على ياسين، كرة للحارس راغد النجار، راغد من اليسار كان تحت الضغط المستمر، حامل كرة من الفريق النصراوي، كرة طويلة حل، راغد يلعب كرة طويلة وفي خطاب تاليسكا، فاول على تاليسكا واحتجاج من كريستيانو رونالدو وورقة صفراء انذار على كريستيانو. خطأ كان موجود من تاليسكا، الصور التلفزية في الإعادة تثبت أن فما فاول على تاليسكا. ترجع الكرة طويلة من الفريق الأزرق، عضلية النصر في الامتلاك، ساديو ماني في البدايات، كرة تمشي من بروزوفيتش على جناب، الامتلاك في الهجمة وفي لمسة يد، لمسة يد يستفيد منها اللاعب تيليس من الجهة اليسرى للفريق النصراوي. تيليس هذا ميتشايل، كرة من كريستيانو رونالدو، رونالدو بروزوفيتش، بروزوفيتش كرة طويلة خطيرة، فرصة لساديو ماني، كرة لساديو. النصر ما من شك أنه أفضل في الشوط الثاني، وهو ما ضمنته لعشاق الموج الذهبي. النصر قلت مستحيل الشوط الثاني يكون أسوأ مما كان عنه للشوط الأول. أنا أتكلم هنا على أداء ولا أتحدث ولا أضمن النتيجة. كرة من الأوت، التماس من أليكس تيليس، تمشي كرة للفريق الهلالي. الهلال معني بمواجهة إيرانية في دوري أبطال آسيا، الاتحاد أوزبكية وثنائي سعودي في قمة دور 16 بين الفيحاء والنصر الخميس القادم إن شاء الله على قنوات البين سبورتس. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، 2-0 الهلال. ترجع كرة للفريق النصراوي، برشا ميس باس، برشا كرات ضايعة مفقودة من فريق النصر اليوم. يحاول سالم وفي كرة ستعود للفريق النصراوي، هذا علي لجامي الدولي في المنتخب السعودي، في إصابة شلل لباس بالنسبة لسالم. المباراة تتواصل، هذه الكرة الأخيرة، تنافس سالم مع علي فضرب الكاميرامان. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، ملعب يتسع ل 26,000 متفرج، ثمانية لتدعيمه بمدرجات جانبية في حدود 8,000 لتصبح طاقة الاستيعاب الجملية 34,000. استاد مغلق، استاد تبناه في 90 يوم قبل المباراة، تم تكريمه من خلال إدارة الجينيس بوك بملصقة أو لافتة أو شهادة الريكورد، الرقم القياسي في أسرع منشأة رياضية تبناه في العالم في ظرف 90 يوم. نعم، لم أخطف الرقم ولا مبالغ بالأرقام، في 90 يوم استاد هذا التحفة صار جاهز. هو استاد، قلت في مباراة انتر ميامي النصر أنه استاد أوريجينال، مناش متعودين بالستريكتور هذه، بالهيئة هذه، بالنوعية الملعب هذه، شيء جديد يربحك الوقت. ترجع كرة للنصر، المباراة تهدأت في الشوط الثاني، الهلال يدافع على لقب وكأس ستكون تاريخيا الأولى هنا على ملعبه الجديد استاد الكينغدوم أرينا. بالمقابل النصر ما عنده ما يخسر، حاليا خاسر الكأس، يدافع على لون، يدافع على اسم، يدافع على رمز وتاريخ، ويدافع على كبرياء. ترجع الكرة لبلي، كرة من علي لبلي، ترجع الكرة في وسط الميدان، كرة من الخيبري، ساديو ماني يخرج كرة يضرب الدفاع، الهربة فتح المباراة، ورونالدو مرة أخرى يفشل أمام ياسين بولو، مرة أخرى يفشل كريستيانو رونالدو أمام ياسين. كرة في ظهر الدفاع هربت من البلي وكانت خطيرة وكانت ممكنة لكريس. النصر أفضل في الشوط الثاني، الهلال يرجع للخلف ويلعب على المرتدات والكرة تمشي مرة ثانية من العمق بحثا على الترانجا الأسد ساديو ماني، ولكن في رايو صفارة في تسلل على ساديو ماني. للمعلومة 2-0 على الهلال بحضور الأهداف، تأكدت معلومة للتاريخ، ولا مرة ديربي الهلال والنصر لما يلعب في شهر فبراير، شهر فيبري 2، تغيب عنه الأهداف،
18 ديربي في فبراير، 18 ماتش حضرت الأهداف ولم تغب عن شمسي ديربي الرياض. يضغط الفريق النصراوي، فرصة كبيرة وياسين بونو مرة أولى وكرة ثانية والهدف يضيع. النصر خطير، ما فعله الهلال في الشوط الأول بصدد صناعته النصراوية في الشوط الثاني. عنه الأهداف 18 ديربي في فبراير، 18 ماتش حضرت الأهداف ولم تغب عن شمسي ديربي الرياض. يضغط الفريق النصراوي، فرصة كبيرة وياسين بونو مرة أولى وكرة ثانية والهدف يضيع. النصر خطير، ما فعله الهلال في الشوط الأول بصدد صناعته النصراوية في الشوط الثاني. قلت لكم أن النصر سيرد الفعل، لم ينتهي ديربي الرياض بعد. شوف الخطأ في الدفاع، شوف أوتافيو في الضغط، شوف ساديو حوار المامافريكا اللي كنت مرشح يكون فينال إفريقيا بين بونو وبين التيرانجا، بين ساديو ماني وبونو. يعطيك إمكانية أنك تحكم لما يكون عندك حارس عالمي. ياسين بونو إضافة كبرى للفريق الأزرق، تقريب فسخ 3 أهداف راس بن فراد. ياسين واحدة رونالدو، واحدة ساديو، واحدة على ما أعتقد وإن لم أنسى لتاليسكا، فما ثالثة وفما هدف ثالث يحاوله الفريق الأزرق. كرة تمشي بعيدة، يخليها متروفيتش، يضغط سالم ولكن بر. هل تراجع الهلال بدنيا أم ذهنيا؟ استرسل المباراة بعد ما شاف النصر في الشوط الأول. مثال الديربي، يمشي تاليسكا، تاليسكا هذه مرة، تاليسكا طلع مع الكرة، يمشي للركنية. النصر هذا داو، من فتح القناة الآن ويشاهد المفتوح الآن يفتح عيونه ويفتح نظره وأنظاره على أفضلية النصر. هذا هو النصر الحقيقي، هذا هو بطل العرب بأداؤه القوي يحرش الهلال. ورونالدو يريد الريمونتادا بروح البرنابيو وبذكريات المرينج الريال وليالي دوري الأبطال. يمشي كرة بالرأس خطيرة ملعوبة، كرة برا. إذن كرة جديدة للفريق النصراوي. المباراة شوت بشوت كعنوان أولي ولكن كعنوان رئيس ثبات. لو يسجل النصر ويظل الفارق ستكون لغة ثانية، لغة مغايرة في هذا الديربي. ما ننساوش أن النصر يلعب على تعادل، ما يلعبش على مكسب. كل شيء ممكن ومتوفر هنا في ليالي الكرة السعودية. 17 ميلانكوفيتش في 30 سجل الهدف الثاني. سالم الدوسري، كرة ملعوبة طويلة، الهربة من هجوم والكرة في استقبال الفريق الأزرق. الأساطير على الدكة والكرة تجعل النصر في الميدان. بروزوفيتش كرة من الجناح، يتلقى الظهير لجامي، يمشي تاليسكا، تدخل قوي وخطأ بكرت، ما من شك ورقة صفراء. كوري بينسو، الفكر في هذه البطولة أن طاقم التحكيم يكون نسوي نسائي، السيدات في عالم المستديرة في كرة القدم النسائية. اليورو بدا من أواخر الستينات يلعب ويكور، 91 بدا المونديال في الصين، وفي أولمبياد أتلانتا 96 في مئوية الألعاب كانت كرة القدم النسائية. ترجع كرة تاليسكا، تاليسكا يستعمل برشا يديه حسب الأمريكية كوري بينسو. حوار الكرة الأخيرة برازيلي بين تاليسكا ورينان، بين الجوليادور البومبر تاليسكا هداف البطولة بثلاث أهداف وبين رينان لودي. خطأ لصالح الفريق الهلالي بصافرة توري بينسو، احتجاج كان قوي حتى من لويس كاسترو اللي كان قريب اللقطة كل ما مسوش. رينان زود فيها شوية، الدقائق تمر، الهلال من يمر الآن للصدارة لفوزه الثاني في البطولة. في المقابل ما زال من الوقت ما يسمح لكريستيانو رونالدو بكتابة سيناريو في صالحه بتغيير المعطيات في أفضليتهم. هجوميا عندهم الإمكانية باش يسجلوا وسيسجلون، هل دفاعيا يواصلوا نظافة الشباك في الشوط؟ تاليسكا يدخل، الدفاع يتصدى والتماس أصفر بلون الذهب للعالمي. أول فريق آسيوي يشارك في المونديال عام 2000 في البرازيل، وكان صاحب أول انتصار عربي في تاريخ كأس العالم للأندية 4-3 في مواجهة الرجاء. خطيرة العرضية لكن قوية يا ساديو. 39 سنة هو عمر الأسطورة كريستيانو رونالدو، يوم الاثنين 5 فبراير عمل عيد ميلاده 39. أسطورة الهدافين البومبر المدفعجي السير 7 صاروخ مدايرة كما أطلقت عليه، كبير فنشان كما سميته في فترات، رقم 7 اللي ما يتبدلش وما يتغيرش وما يتعوضش وما يتنساش. الكرة تمشي سعودية هلالية من سعود، سعود يعطي كرة والدفاع يتصدى عن طريق المالكي. ترجع الكرة أو العمري، كرة من بروزوفيتش، بروزوفيتش على مين تاليسكا، وصل الكرة تاليسكا، بروزوفيتش 44 تمريرة، يدخل 45 يعاود كرة ولكن موجود علي، موجود ميستر بلي
المستر بلي موجود والكرة ترجع الهلال في الوسط دارت تمشي على قصة اليمين باش يضرب الكرة في اليمين. نعم هو كذلك ينطلق الهجوم عطريك ميشيل يمشي ميشيل حاط الكرة ميشا يلعب الكرة والدفاع موجود. انعدمت خطورة الهلال في الشوط الثاني. الزعيم فقط يفكر في تأمين سكور للبطولة. النصر ما زال له الأوقات لأن يكتب أحلاها بعد كان في الشوط الأول عاش أمرها. ترجع الكرة مرة أخرى للنصر كرة على أقصى اليسار ساديو والإضافة ساديو يمشي ماني ماني يلعب رونالدو رونالدو ما يعديش والدفاع الهلال بقيادة الصخرة يلعب الكرة كاليدو كوليبالي ميلانكوفيتش هداف الدربي الأول يعزب الكرة عن طريق السالم سالم ميلانكوفيتش يدخل الهجوم يلعب عرضية سالم سالم التسديدة والدفاع يتدخل تدخل قوي من الدفاع النصراوي. النصر ما عادش يلعب الان ما يعطيكش مساحات الان يقاتلون على كل كره يرجع الكره برازوفيتش على اليسار اليسار فارغ اليسار فارغ يرجع في اليمين والكره تمشي على تسلل اوف سايد على ساديو ماني. تدخل كان من علي الهجامي في صراع الكره وفي صراع الكرات محاوله فكرتها كانت ممتازة لكن ما تعداش بكوليبالي. بذكريات الريال نابولي ودوري الأبطال يا دون خسر مرتين الهلال النهائي العربي بقيادة جيسوس واحد ضد النجم الساحلي في الإمارات في 2019 في تجربته عهده الأولى وخسر هذا العام فاينل كأس الملك سلمان أمام النصر 2-1. على فكرة هي الخسارة الموسمية الوحيدة للهلال في هذا الموسم الكروي موسم يحاول في أهدافه الرئيسية أن يستعيد الزعامة المحلية بعد غياب وأن يرجع له اللقب الآسيوي بعد فترة. في الانتظار نواصل مع تغييرات جيسوس. الهلال في قادم التغييرات تغييرين اثنين للفريق الأزرق فيما هو متبقي من دقائق المواجهة والدربي. رقم اثنين واثناش الاثنين هو البريك الدولي والاثناش هو ياسر الشهراني. وتغيير ثالث بدخول كنو. الهلال عنده فريق ألف وفريق باء وفريق جيم. فريق الألف يحقق الدوري. الفريق الثاني يدخل في منافسة على الوصافة. الفريق الثالث يضمن المربع ويدخل ياسر. لم يكن هذا تحدي ويسمح القانون. صدقوني. ألف الهلال وباء الهلال وجيم الهلال يلعبون على ياسر. يدخل كنو يدخل شهراني ويدخل بريك. غادر اللينون الرنا لودي أوت ودخل ياسر الشهراني. ممكن يغادر سعود يدخل بريك في مركزه الطبيعي اليمين وكانه بشخل في الوسط بديل ميلانكوفيتش أو نيفيس سنرى القرار والخيار. نعم غادر سعود مركز بمركز يرجع اليمين لبريك يغادر نيفيس أو ميلانكوفيتش ويدخل كان 70 دقيقة في المباراة أو لا يغادر الدوسر يغادر السالم يخش الريسك المدرب جيسوس موعد القادمة صعبة ومستمرة وطويلة وشرسة بين صراع الدوري وصراع الكأس وصراع آسيا. في المقابل النصر ما زال يحاول. أداء النصر في الشوط الثاني كان أفضل وتعديلات المدرب ودخول لاجامي أعطى توازن دفاعي ودخول الترنكا أعطى نوع من الحلول الهجومية. هارجا كورة مرمى طويلة ضايعة سهلة لياسين بونو. الوقت يمر والوقت دائما مستمر. سافيتش تقريب 9 كيلومتر يعني مش يكمل الماتش بين 10 و11. كانو كانو كوليبالي يلعب الكرة تحت ضغط بونو بونو كانو يضغط بروزوفيتش يحرر الكرة نادي الهلال كرة من الرواق الأيمن عن طريق البريك وليد الأسترالي الكانغورو كان غادر في ربع نهاية مع فريق الكوري إذا غادرت مش الخيبري. هذه صورة للملعب الجميل في استاد الهلال لارينا في لارينا اوف شالكي
استاد الجيل جسيكير هو في الارينا وفي هلال. الهلال يتقدم، النصر يحاول، واللي فرق هو النجاح. الهلال استثمر هواه وجسم تفوقه بثنائيه عندما هبت معه الرياح، طاوعها الهلالي بينما رياح النصر لم يغتنمها. ترجع الكره من التماس عن طريق علي لجامي. لجامي اوجد التوازن المفقود في دفاعات الفريق الاصفر. ترجع الكره بروزوفيتش، بروزوفيتش وفي خطا، في فاول وكره ثابته. النصر لم يرمي منديل، النصر يحاول العوده، ذكر يلعب على التعادل لتحقيق كأس موسم الرياض. كأس الآن جاءت من يدي أندرتيكر وستسلم للأزرق والكابتن سالم الدوسري حاليا. بروزوفيتش، هل له رأي ثان؟ هل لبروزوفيتش كرة التوان من أجل إشعال فتيل الديربي بآخر مشاويره؟ يمشي كرة من بروزوفيتش، يلعب مارسيلو، بروزوفيتش ضربة الرأس، رأسية ترجع، دفاعية تأتي، تسديدة وكرة إلى ركنية أو ضربة مرمى أو إلى ماذا؟ إلى التسلل. لا هذه ولا تلك، أوفسايد على الفريق النصراوي وهجوم العالمي. الهلال يستوفي شروط تحقيق اللقب من دفاع، من تسيير المباراة ولعب آخر الدقائق بتركيز. رونالدو، تاليسكا، يمشي تاليسكا، يلعب كريستيانو، رونالدو، واضح رونالدو يحتاج الى وقت طبعا لاستعاده امكانياته البدنيه خاصه. الفنيه موجوده والتهديفيه هي بالفطره غريزيه ولكن يحتاج الى التجهيز البدني. مباراه اليوم اسبوع ايضا رونالدو سيكون حاضر بقوه في مباراه دوري ابطال اسيا ضد الفيحاء. 2-0 للهلال. هل الوقت يكفي النصر للريمونتادا ام انه طارت الكاس الى معاقل الزعيم؟ إصابة لأوتافيو، شغل بيس بالنسبة لأوتافيو. هذه الكرة الأخيرة كان في خطأ على ميتروفيتش، تقريب نفس الأخطاء اللي سفرتهم الحكمة على تاليسكا. بينما هنا كرة أوتافيو اللي كانت أخطر كراته في الديربي اليوم ولكن مرت عالية وخرجت لياسين بوني. لو تسجل ذاك الهدف كان يغير شكل الديربي. جماهير النصر على جماهير الهلال، هنا جماهير العاصمة الرياض تحضر في الكينغدوم أرينا الديربي الأول على ملعب الهلال الجديد. ترجع كرة للنصر، بروزوفيتش، بروزوفيتش عن طريق عزيز بيتش. ترجع الكرة بيتش الأسترالي، يلعب الكرة بروزوفيتش، لابورت، كرة من لابورت للفريق النصراوي، يحاول لابورت يمشي بالجناح، يراوغ بيتش، يخرج كرة ممتازة لساديو ماني، ساديو من الطرف الأيمن سيمر، يعطي كرة يوصلها عن طريق الهجوم، يلعب الكرة للفريق النصراوي. ممتاز بروزوفيتش، ترجع الكرة لجامي، أيمن يحيى، محاولة التقدم من جديد ساديو، ساديو ماني عرضية خطيرة بالراس، كوليبالي يرجع، رونالدو يريد أن يضرب لكن الدفاع يسقط. ترجع الكرة من جديد أوتافيو في تسلل آخر، التسلل رقم مليون، وياسين بونو يواصل التحدي للبومبا كريستيانو رونالدو. تسلل جديد على الهجوم النصراوي. ترجع الكرة مخالفة هلالية بآخر التوقيت بآخر الأوقات. الآن تبدأ الجديات في الموسم، يبدأ الجزء الثاني من الدوري. قرعة كأس خادم الحرمين ستكون في 6 مارس في الربيع، سيمي فاينل، 2 مترشحين. آسيا تبدأ الأسبوع القادم بمواعيد مهمة، العودة للمونديال بعد 25 سنة للفريق النصراوي، والهلال من أجل العودة بعد غياب وقوس الموسم الماضي اللي مثل فيه المملكة فريق الاتحاد. ترجع الكرة للفريق النصراوي، تاليسكا في تداخل قوي. ما دام ما فيش كرة أصفر وحتى القانون لو في كرة أصفر وقت تخرج الكرة تعطيه لكاليدو كوليبالي، تعطي الكرة ما تزفرش، مبدأ الأولوية سيدتي توري. المراوغة، يمشي عزيز بيتش، عزيز والتوزيع والبريك والكورنر، ركنية للنصر، ركنية للنصر.
هل يكون الفوز العاشر في تاريخ الديربي للهلال في شهر فبراير؟ الركنيات 2-2، هذه خطيره بالراس والدفاع يتفوق من علي البلاي، ولكن ترجع الكره. محاوله جديده للنصر، محاوله التوزيع على القائم الثاني، هذه صعبه ساديو ماني، الدفاع من ميلانكوفيتش والكونتر اتاك من كانو. محمد كانو، كانو خارج كره مالكوم، يلعب 1-2 كانو، كانو يخرج كره ممتازه على طريق الشهراني، يهرب ياسر، يدخل ياسر، يقرب ياسر، يمشي شهراني على مستوى منطقه الجزاء باش يشوط، والتسديده قريبه جدا وخطيره جدا من ميتوفيتش. الكسندر كاد يكون قيصر مره اخرى في استاد الارينا. بدأت جماهير الهلال تحتفل ويحاول النصر في اخر الكرات. ترجع كرة من كانو، كانو فروست، ميلانكوفيتش ما يخرجش على اليمين، يدخل بالوسط ومشي يخرج على اليسار، مضغوط عليه ويربح خطا فاول. يستهلك الوقت تعامل ميلانكوفيتش مع الوضع مع النتيجه مع التوقيت مع الخصم بشكل ممتاز. هذه احد التسديدات في الشوط الثاني لفريق الهلال عن طريق ميتروفيتش. 85 دقيقة في المواجهة، 2-0 الهلال. أوتافيو في انذار، الهلال يقترب من تتويجه بكأس موسم الرياض، كأس شرفية ولكن التاريخ يسجل ويدون. ترجع الكرة من الحارس المتألق رجل المباراة النجار راغد بتصدياته. ترجع الكرة من الدفاع الأزرق إلى تماس لأصفر النصر لفرسان نجد، ويكون فريق النصر. كريستيانو رونالدو يطالب الجماهير النصراوية بالمساندة. يغادر ميشيل بالقميص 96 يدخل 87 حسن تومبوكتي، أحد الأسماء الدولية للأخضر السعودي في كأس آسيا. هو نعم حسن تومبوكتي. ترجع الكرة من النصر من علي لجامي، لجامي ضربة راس ساديو ماني وفي خطة لكريستيانو رونالدو. هذه سيتسلح لها رونالدو بخبرات السنين وسيضربها المخضرم بذكريات البرنابيو وأولد ترافورد وأهدافه في الرياض في ملعب النصر. خطأ واضح، الدفع كان موجود، هو الخطأ بآخر الدقائق، فاول اللحظات الأخيرة عن طريق كريستيانو رونالدو. تاليسكا يمس كرة رونالدو يضرب أو اختيار للكرة المباشرة، حدد المكان، حدد الرايه وتحددت الزوايا، والان اي مآل واي ثنايا لكره تاليسكا وكريستيانو. اتفق، الان يبقى التنفيذ، الان يبقى الاخراج بعد ان كتب السيناريو. هل يسدد رونالدو بيمناه ام يضرب البرازيلي بيسراه؟ تمشي كره عن طريق تاليسكا، تاليسكا، تاليسكا شو تحسب، تاليسكا شو تحسب. كرة من تاليسكا شوت وكرة خرجت بساق اليسار اوت، ضربة مرمى لياسين بونو، ياسين البونو يواصل الكلين شيت. سيكون الديربي الثاني تواليا اللي يحافظ فيه الهلال على مرماه وينجح بالكلين ويفشل النصر في التسجيل رغم قيمة هجومه ونجومه. على الأقل حاليا نتكلم، ذكر أنه ديربي روشن انتهى 3-0، حاليا 2-0 في نهائي موسم الرياض وكأسها. 11 كرة يوصل الميدان، بروزوفيتش، بروزوفيتش كورة والهربة، ولكن كوليبالي، كوليبالي يدافع ولا يبالي. البارحة واليوم هذا هو حالي، يقول السنغالي، دائما متألق، دائما متفوق، دائما متفتل. الكرة ترجع للهلال، خطيرة من اليسار، عرضية إلى القائم الثاني، يحاول ميتروفيتش ويربح الركنية. نعم، كورنر للزعيم. خرج الكرة أيمن يحيى. كرة من الزاوية، مالكوم في المحاولة، الهلال أقرب من أي وقت للتتويج، النصر يحاول ولكن بدون أنياب. الكرة تمشي ضربة راس خطيرة للثالث، ساديو ماني يعكس الهجمة لفتح مجال الأمل، والكرة للتثنين لتسجيل الهدف الأول. يلعب أيمن يحيى، أيمن، أيمن ما يعديش، والكرة إلى تماس للنصر، تماس للفريق النصراوي. بروزوفيتش، أيمن يحيى، أيمن، بروزوفيتش يهرب، تعود يهرب، يوسع كرة ممتازة، والكرة من الدفاع بامتياز من حسن الدبرتي. يرجع رونالدو، يشوت رونالدو من 40 متر، 30 متر باش ما نبالغش، كرة سهلة لياسين بونو. الوقت قضى وانتهى، ولى الوقت وأدبر وقت التتويج. الهلال 2، النصر لا شيء. النصر كان أفضل في الشوط الثاني ولكن ضيع شوط أول وشوط كامل مع الهلال. وقت اللي ضيع شوط كامل يصعب برشا أنك تخرج سلامات، أنك تخرج سالم معافى.
النصر ضيع شوط كامل، حاول يرجع في الشوط الثاني، تفوق استحواذا وفرصا واداء ولكن لم يشفع له في الريمونتادا وبالتسجيل. 10 دقائق بدل ضايع، وبالتالي وقت اخر، زمن اخر، مباراه اخرى. مرهونه في هدف النصراويه، يمشي يحيى، كره الكريس، دفاع موجود والحكمة ترجع لبدايه المحاوله النصراويه لخطا وفاول لايمن يحيى، خطا لايمن، اعتراض واضح على ميتروفيتش، اول من سجل هدف في المرمى والملعب الجديد للارينا المملكه ارينا. كره ترجع الان عن طريق اوتافيو، اوتافيو من اليسار، التوزيع خطيره والركنيه، خارج الكره علي البلاي، علي البلاي خارج كورنر، الزاويه للفريق النصراوي، يستحق النصر على الاقل هدف في هذه المباراه. والكره ترجع بالراس، يصر دفاع الهلال على تامين شباكه والخروج بشباك نظيفه، عزيز بيتش اكيد اضافه وانتداب شيعاون، لجامي راغد النجار، كره من راغد طويله بعيد على تريسكا، الى تماس من جانب شهراني في الرواق الايسر للازرق الهلالي، يمشي ياسر من الاوت، كره في التماس، الشهراني بشاره الكابتن، المخضرم والحرس القديم الشهراني، ترجع الكره للحارس النصراوي راغد النجار، راغد بكرة طويلة في وسط ملعب الهلال، حصلها بهدوء كوليبالي، يمشي بالكرة تنبكتي، أوصلها للبريك، البريك يلعب مالكوم، مالكوم للبريك، البريك وسط ميدان، روبن نباز، نباز مالكوم، مالكوم ميلانكوفيتش، ميلانكوفيتش البلي، البلي لياسر، كرة من الشهراني، يحتفظ بالكرة وسيحقق البطولة الهلال، روبن نباز، شهراني يتفوق، شهراني ولشامي، شهراني وعلي، يرجع علي يغطي، علي يربح الثنائية ولكن كرة مقطوعة. هو في خطأ على أيمن يحيى، خطأ يستفيد منه مالكوم، كرة ترجع للهلال على بعد 6 دقائق من تأمين لقب الشرفي لكأس موسم الرياض. شوف الصلابة، شوف الهدوء، شوف القوة، صراع سنغالي تقريب في كأس أفريقيا، كانوا 25 لاعب خريجية الدوري السعودي دوري روشن موجودين في مماسة. يدخل ناصر الدوسري، ناصر الدوسري يدخل الآن، 6 دقائق بالضبط النهاية، الكرة القادمة عن طريق ميلانكوفيتش، يلعب القائم الثاني، دفاع موجود في وسط المنطقة، حاول البريك، يضرب الدوسري ولا الكرات ولا مسات، عزيز بيتش، كرة من عزيز، بيتش يتقدم، 5 دقائق للوصول، بيتش يلعب كرة طويلة، يفوت الترنجا أمام التنبكتي، يتعدى ساديو، يمشي ماني، يعمل عرضية ويخرج ياسين بونو، يواصل بونو التصدي، 30 مباراة الآن بدون هزيمة للنصر، 27 فوز و3 تعادل، الفوز الثاني والعشرين توالية، وآخر عدم فوز للهلال كان في شهر سبتمبر، تقريب قربنا على نصف عام، الهلال لم يعزف إلا معزوفة النصر، ولم يتكلم إلا بالتدريقات، ولم يتحدث بطلاقة إلا بطلاقة الانتصار، هذا هو الهلال من شهر سبتمبر منذ 1-1 مع نادي الزمالك. انذار على يحيى، أيمن يحيى، ورقة صفراء، جيسوس مرة جديدة يتفوق في مواجهة لويس كاسترا، ممتاز لجامي، رائعة من علي، شد الكرة برشا فريق النصر في الوسط، يرجع الهلال من النصف، يلعب الكرة واحدة، مراود كانو ثانية، يمشي وسط الميدان والحكمة تتدخل لخطأ، خطأ للفريق الأزرق، 4 دقائق ما زالوا، مبروك الهلال تتويجه بكأس موسم الرياض وبطولة جديدة في السجل المرصع بالألقاب، فريق النصر ما هي إلا مباراة ما يبالغش فيها أكثر من اللازم الجمهور النصراوي، لكن يلزم وقفة، يلزم تركيز من كاسترو، الآن بداية الجديات، الآن لا مجال للخطأ، الآن فقط المجال يسمح بالصواب، الخطأ ممنوع الآن. كرة تمشي ملعوبة للهلال، ترتيب النهائي 6 نقاط الزعيم، 3 نقاط العالمي، ولا نقطة لإنتر ميامي. اللي جاك لا 10 وروح، ترجع الكرة بروزوفيتش. كريستيانو، شهراني، كرة من ياسر. والتماس لياسر الشهراني، 97 دقيقة في مباراة المياه والنتيجة 2-0. مرة أخرى يخسر الديربي رونالدو، تفوق الوحيد لكريستيانو في ديربي الرياض كان في نهائي العربية، كان ثنائية كريستيانو، كان ديربي مثير، تحسم في الاكسترا تايم
للفريق النصراوي. كان أول تتويج عربي للفريق النصراوي. هل هو موسم حل العقد بعد تتويج عربي وبعد ترويض لدوري أبطال العرب للمرة الأولى تاريخيا؟ النصر الآن ينشد الغالية اللي منه سجلاته خالية، دوري أبطال آسيا ومدراك. النصر عينه على العالمية، مستعد يضحي بكل البطولات من أجل المونديال، والمونديال طريقه واسع. شاران يتصدى، داليسكا يربح كرة، آخر محاولات أوتافيو، يمشي تاليسكا تدير الفارق، تاليسكا عرضية كوليبالي وركنية للنصر، ركنية للفريق النصراوي. شوت بشوت ولكن الفصل كان من خلال النجاح. حضرت لرفقاء دوسري وغابت عن الكابتن رونالدو. ترجع كرة أوتافيو بالتحضير، ساديو ماني، كرة من ساديو، ساديو يورب، دفاع موجود والخطأ متواجد، والخطأ في صالح الهلال، خطأ للبريك. الملاعبيه العايده من بطولتي افريقيا واسيا يحتاجون الى الوقت للتجهيز لاستعاده النسق والريتم. دارجا كورا اوت اخر الثواني. ميلانكوفيتش تقريبا 12 كيلومتر في المباراه تركض. كره تماس للنصر، اخر وقت اخر محاوله. الكاس محققه ومؤكده للهلال، مبروك، هارد لك النصر. ما هي الا مباراه، الآن المباراة القادمة هي الأهم. ترجع كرة البريك، كانو البريك، كانو البريك، هو تماس آخر الثواني. استنزفها وجوم البريك الأخير والصافرة من توري بينسو الأمريكية لتؤكد بطل موسم الرياض الهلال في ملعبه الجديد وفي افتتاح المملكة أرينا. نعم رسميا الديربي خلص، الديربي ينتهي بالموجة الزرقاء. الهلال ينتصر على النصر 2-0. ثنائية رسمت في الشوط الأول، سيطرة ارتسمت على الشوط الأول، ثنائية ميلانكوفيتش وسالم الدوسري. وجدد التباريك والتهاني للهلال، وهارد لك وحظ أوفر للفريق النصراوي، والشلوه بالأسطورة. التهاني مع المدرب جيسوس. طارق الحماد، شوط ثاني حاول النصر ولكن بعد فوات الأوان. شكرا عصام الشوالي. أسدل الستار مشاهدينا الأعزاء على كأس موسم الرياض، هذه البطولة الثلاثية، حيث جاء الهلال بطلا فيها بعد أن توج في هذه المسابقة بكأس الموسم بعد أداء مميز في هذه المباراة الختامية بين الهلال والنصر الغريمين التقليديين في المملكة العربية السعودية. فوز هلالي مستحق بهدفين دون مقابل بعد محاولة من النصر في شوط المباراة الثاني من العودة ومحاولة التسجيل ولملمة الأوراق والصفوف، ولكن هذه النتيجة ظاهرة أمامكم مشاهدينا الأعزاء بتفوق هلالي بالمستوى والنتيجة، حيث الهلال حسم شوط المباراة الأول بمستواه وبنتيجته وحصل على كأس موسم الرياض من خلال شوط المباراة الأول. ألف مبروك للهلال، حظ أوفر للنصر من خلال هذه البطولة والاستحقاقات القادمة التي ممكن أن تجمع الفريقين في قادم الأيام. ياسر القحطاني، محمد السهلاوي، نجمي كرة القدم السعودية، أهلا بكم مرة أخرى. ياسر، شوط